نتابع سويا مشاهدينا هذا النقل المباشر لمؤتمر صحفي للأمين العام للفلان، وذلك عقب لقائه برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. نتابع ولا نعود. باعتبار حزب التحول الوطني جاء الأول على في هذه الانتخابات، طبعا السيد الرئيس تكلم على يعني الظروف اللي جرت فيها انتخابات، وحنا أعطينا أيضا رأينا في الموضوع نتاع الانتخابات والمشاركة السياسية وشعبية العملية التي تقدم مكسب للجزائر، كذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد بصفة عامة، ظروف تعيشها البلاد، وطبعا رؤيته لتشكيل الحكومة وللتجديد يعني في الطبقة السياسية وفي كل مؤسساتها أيضا، هذه بصفة عامة يعني في المحاور الكبرى. نعم. مرحبا بك سيدي. لديه رؤية خاصة بها، ونحن ما زال اتصال بيننا وبين السيد الرئيس خلال الأيام القادمة إن شاء الله للمساهمة والمشاركة في الحكومة إن شاء الله. هل اقترح عليكم اسم محدد لتولي؟ لا لم يتم اقتراح حتى الآن ما زال، لأن هذا لقاء أولي فقط، يعني ما زالت اتصالات يعني قادمة. يعني مرحبا بك، كيف ترون تشكيل الحكومة القادمة؟ طبعا في رأينا هو تشكيل يعني حكومة سياسية يعني تفرز يعني ما أفرزه الصندوق انتخابات شرعية، وهذا يعني شيء طبيعي أن في العالم كله الحكومة يسيرها ناس سياسيين من أحزاب سياسية الفائزة بانتخابات، وهذا يعني رجعنا للوضع الطبيعي، لأن لما تكون هناك حكومة سياسية تحمل مسؤولية سياسية، هناك أشخاص أحزاب اللي عندهم ممثلين الوزراء يمثلوا الحال أحزاب في هذه الحكومة، وبالتالي تدافع على البرنامج اللي تدخل به خطة عمل الحكومة، وأيضا تحمل المسؤولية السياسية في مواعيد القادمة الانتخابات القادمة أيضا، باش لأن احنا دخلنا انتخابات ببرامج معينة ووعود معينة، الشعب أعطانا الثقة نتاعو، غدا لما يكونوا شركاء في الجهاز التنفيذي طبعا نسهر على تلبية الوعود التي أطلقناها وتلبية مطالب التنمية الخاصة اللي طالبها الشعب الجزائري، وهي حقوق يعني عادية من حق الشعب الجزائري أن يعيش حياة كريمة في ظل كل الاحتياجات التي يطلبها، سواء في التربية أو التعليم أو المياه أو الشغل أو السكن أو كل الأمور إن شاء الله. عبد الله الخرشاوي، يومية الحوار. سيباجي، يعني كنتم أصحاب الريادة في التشريعيات الحالية ب 98 مقعد، هل سنرى في الحكومة القادمة الأفلان يتصدر عدد الحقائب الوزارية، وهل ممكن أن نرى يعني سيباجي وزيرا أول؟ والله مسألة الوزارة الأولى الوزير الأول هي شخصية مسرحية رئيس الجمهورية، يعني الدستور لا يلزم رئيس الجمهورية بأن يختار من حزب فلاني أو حزب فلاني، رئيس الجمهورية عنده رؤية نتاعه وهذه محددة وصلاحياته دستوريا. أما مسألة أننا طبعا بحكم عدد المقاعد راح تكون يعني نسبتنا في عدد الوزارات يعني هي الأكبر، بحكم أن الشعب الجزائري أعطانا المرتبة الأولى في الانتخابات. سؤال تفضل. هل حزب جمعية التحرير بدأ بإقامة تحالفات سياسية قبل تشكيل حكومة جديدة؟ لا، هو طبعا السيد الرئيس هو الاستشارات اللي تتم الآن بين احنا كحزب بالتحالف الوطني، ثم الأحرار، ثم يعني هي برمجة الأحزاب أخرى في الأيام القادمة إن شاء الله، وأكيد تكون فيها يعني حكومة فيها تحالفات يعني في أحزاب سياسية. سيباجي، كسؤال آخر، العديد من الأحزاب والتشكيلات السياسية سواء الفائزة أو التي خرجت من سباق التشريعيات ولم تحصل على أي مقعد، يعني دعت إلى إشراك حتى إلى شراكة الأحزاب أو الأطراف المقاطعة يعني بمبدأ الديمقراطية حول في هذه المشاورات حول الحكومة الجديدة، رأيكم في هذا النقطة؟ والله هو رأي هذا الحزب يلزمه نفسه، يعني يعتقد بأن المقاطعين
قاطعوا العملية الانتخابية في تحذيرا وتنفيذا، فلا أعتقد بأنهم راح يقبلوا باش يكونوا يعني يقطفون ثمار لم يكونوا هما زارعيها يعني. ولكن الانتخابات القادمة مازال المحليات مازال يعني المشهد السياسي مازال لم يكتمل، مازال هناك فرص أخرى. نتمنى من كل الإخوة اللي قاطعوا باش يشاركوا في الاستحقاقات القادمة. سؤال آخر، الكثير يعني رغم أن الأفلان فاز في هذه التشريعيات وكان له حصة أسد من المقاعد، ما زال يهاجم الأفلان وما زال يقول أن بالرغم من حصوله على الريادة لا زلنا لا نرغب فيه في الساحة السياسية. ما هي رسالتكم لهؤلاء الذين ما زالوا يهاجمون الأفلان؟ والله هذا الناس هذا أمر خاص، إحنا صاحب السيادة والشعب، الشعب هو ينصبنا الرتبة الأولى، ولولا الظروف خاصة بوضع الحزب الداخلي وبعض الأخطاء التي وقعت العام الانتخابي لكنا الرتبة الأولى بأرقام أكثر من هذه الأرقام. إحنا ما كاين حتى واحد يتفلسف في البلاد هذه، اللي يحب ولا يكره الأفلان هذا شغله، ماذا به بينا حنة يديه، اللي راه مش مهيكل في الحزب يدير الحزب ويروح للشعب، الشعب هو صاحب السيادة. هذا الكلام قلناه من قبل في الحملة الانتخابية تاع الدستور والحملة الانتخابية تاع التشريعيات، متأكدين بأننا نعرف الشعب ونعرف العلاج نتاع الظروف اللي عاشها الحزب. الشعب هو صاحب السيادة، الشعب عطانا الرتبة الأولى. إلا هذا السيد عنده مشكل مع الشعب مش معنا احنا. ثانيا إذا كان هذا السيد الناس هذو يعتبروا أمرهم قوة يروحوا يديروا أحزاب، لأن شكل الأحزاب الأحزاب راهي موجودة وشكل أحزاب القوانين راهي واضحة، ويروحوا للشعب ويطلبوا الود نتاعهم. احنا الشعب اللي ما اقتنعش بينا ما مدناش، ندخلنا بقوائم بإطارات. احنا اذا كان كاين اشخاص اساءوا للحزب من قبل راهم يعني تم فصلهم ومازال العمل يعني في ورشة الاصلاح. احنا حزب عنده برنامج، عنده قيم، منظومة قيم، عنده قوة شعبية وحضور، وراح يزيد يكون اقوى في الانتخابات القادمة الساحقات القادمة. تفضل. هل هناك اجال محددة لنهاية المشاورات؟ برأيك متى سيكون تشكيل نهائي الحكم؟ لا أعرف يعني، هي مسألة الاستشارات راهي في رئاسة الجمهورية، سيد رئيس الجمهورية أكيد بعد ما تكمل انتهاء الاستشارات راح تكون الحكم بالضبط، ما نعرفش يعني. تفضل. بعد النتائج النهائية اللي أعلن عليها المجلس الدستوري يعني نحوكم 7 مقاعد، نعم، كيف استقبلتم هذا القرار داخل الحزب؟ نحن استقبلنا بعدم الرضا طبعا، لان نحن كنا طامعين يزيدونا، لان عندنا طعون مؤسسه، مش يزيدونا على 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 عيوننا، على حق على حقنا في ولايات معينه، عندنا طعون مؤسسه. ولكن هذا راي المجلس الدستوري نحترمه على كل حال. فقط هذا واش حبيت نقول. اوكي، شكرا.